أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج Health and Sports. كل امرأة تبحث عن الجمال بطريقتها وأسلوبها الخاص، بالرغم من أن الجمال لا يقتصر فقط على الوجه، إلى أن جمال الوجه يستحوذ على كل تفكير المرأة. والبحث الدائم والمستمر عن طرق حديثة ومتجددة في الطب التجميلي ومعالجة كل مشاكل الوجه التي تعاني منها المرأة وأيضا الرجل. ضيفة حلقتنا لليوم الدكتورة سمارة ميمش، استشارية جلدية ليزر وجراحة جلد. أهلا وسهلا فيك دكتورة سمارة. أهلا وسهلا فيك. الله يحييك، اليوم معنا بالبرنامج. شكرا على الاستضافة. تسلمي. قبل كل شيء دكتورة، خلينا نعرف الليزر، ما هو؟ الليزر هو عبارة عن جهاز يحول الطاقة اللي هي مأخوذة من الكهرباء إلى الضوء. جميل. الضوء هذا يستخدم بأنه يشتغل على أجزاء مختلفة في الجلد ويحول الضوء إلى حرارة عشان يعطي النتيجة اللي إحنا نبغاها. جميل. طيب هل تختلف أجهزة الليزر أو هي عبارة عن جهاز واحد دكتورة سمارة؟ طبعاً في عندنا أجهزة عديدة حسب الأشياء اللي إحنا بنعالجها. فمثلاً ممكن نتكلم عن أجهزة الليزر اللي تعالج التصبغات في البشرة. مثل النمش أو اللي هي التصبغات اللي تصير في ظهر الأيادي أو الوجه اللي تيجي مع تقدم السن والتعرض للشمس. طبعا هدفنا باستخدام الليزر أنه نكسر الخلايا الصبغية أو الصبغة اللي تصير في الخلايا الصبغية، وبعد كذا الجسم يمتصها. في هذه الحالة العلاج يكون سهل ويستمر تقريبا من جلسة إلى 3 جلسات عشان نوصل للنتيجة النهائية. والتصبغات يعني بتختفي تماما دكتورة مع الليزر أو بيبقى أثار بسيطة منها؟ عادة نقول إذا إحنا بنعالج مثلا النمش أو التصبغات تجي مع تقدم السن، عادة نقول للمريض أنه مع أول جلسة من 25-50% يا أما يكون يقل في الصبغة، يعني تكون أفتح لونها أو تقل كثافتها أو كميتها. نأمل طبعا بعد ثالث جلسة أنه نكون عالجنا من 90 إلى 95% من التصبغات هذه. جميل. طيب بالنسبة للشعيرات الدموية أيضا ممكن معالجتها عن طريق الليزر دكتورة؟ طبعا حبيت أقول طبعا قبل ما نمشي للشعيرات الدموية أنه نفس الليزر نستخدمه لعلاج النمش ممكن نستخدمه لعلاج التاتو. إزالة التاتو. طبعا إزالة التاتو أولا كطبيبة جلدية ما أنصح بالتاتو، لا تاتو للحواجب ولا التاتو اللي هو التشكيلي أو الشكل، يعني التاتو ولكن في كثير ناس بيسووا أصلا، فلازم يكون عندنا تقنية أن نساعد الناس أن يشيلوه إذا كان شيء غير مرغوب فيه أو كان في خطأ خاصة في الحواجب. يعني فعلاجه يعتمد على شيئين، نوع أو لون الصبغة اللي استخدمت في التاتو وعمر التاتو كمان، صح؟ أكثر من عمر التاتو اللي هو يكون هل هو professional or amateur يعني. طبعا كل ما كان التاتو غير محترف كل ما كان أسهل بالنسبة لنا لإزالته. الألوان اللي سهل إزالتها اللي هي اللي يكون لونه أسود أو أزرق. بعد كذا يجي الأخضر، والأشياء اللي تكون شوي أصعب اللي هي اللون البرتقالي والأصفر والأحمر، لأنه يكون تركيزها عالي دكتور المواد، استجابتها للضوء حق الليزر يكون أقل. فبتاخذ أكيد وقت أطول بإزالتها. تاخذ وقت أطول، ممكن نحتاج إلى أكثر من نوع ليزر. والشيء اللي دائما أنا أحب أقول للمرضى خاصة اللي هم يسوون تاتو للحواجب، المشكلة إذا سووا تاتو مثلا مرة وكان غير صحيح يروحوا لنفس الأرتست اللي سوتهم تاتو تخلط لون أبيض أو لون لحمي مع التاتو عشان يخفي التاتو الأولاني. فأكيد بسبب مشاكل. هي المشكلة أنه هو لما تجي لأداء الليزر تفاعل هذا التاتو اللون مع الليزر ممكن يتحول إلى لون أسود أو أزرق ويكون دائم، ما عاد نقدر نعالجه. فمهم جدا معرفة إيش الألوان اللي استخدمت عأساس إنه إحنا نقدر نعالجها بالضوء الصحيح. جميل. طيب ممكن نتطرق دكتورة للشعيرات الدموية، هل ممكن إنه نزيلها عن طريق الليزر أو لا؟ طبعا في أنواع من الليزر اللي هي تعالج الشعيرات الدموية. اللي أحب أقوله الشعيرات الدموية دائما هي اللي تكون الصغيرة حجمها أقل من 3 ملليمتر، فهذه تفيد كثير المرضى اللي عندهم الوردية، تفيد المرضى اللي هم تكون تعرضوا للشمس لفترات طويلة، في رقة في البشرة مع استخدام مثلا مستحضرات تجميل أو تقشير لفترات طويلة. فنلاقي كثير من الإشعاعات الدموية تكون على الأنف، على الخدود، على الدقن أو الجبهة. استخدام الليزر يعالج معظم الشعيرات الدموية، ولكن إذا استمرت في التعرض للشمس أو استمرت في التعرض للشيء اللي هو سببها من أصله فحترجع من أول وجديد.
كمان احنا ممكن نعالج الاشعاعات الدمويه اللي هي تكون مثل الدوالي في الارجل او الساق او الافخاذ، بس زي ما قلت مبدئيا ان تكون حجمها صغير اقل من 3 ملم وما يكون في تشابك عنكبوتي، تشعب يعني تشعبات لنفس الاوعيه الدمويه. طبعا انا قلت هذا الشيء، ولكن هو نفس الليزر اصلا ممكن نستخدمه للشعرات الدمويه الصغيره اللي تجي في وسطها زي الفيدنج اللي نسميه احنا فيدنج ارتري بالانجليزي، اللي هو شعرات دمويه صغيره ما حول واحد وعاء دموي مثل ما نقول كبير. هذا ممكن علاجه في الليزر، ونلاقي كثير خاصه على ظهر الايادي او على الانف. طيب دكتوره، لما يتم معالجه الشعرات الدمويه بالليزر، هل بيحتاج المريض الى تخدير موضعي او عام؟ معظم المرضى اللي نستخدمهم الليزر نستخدم التوضيع التخدير الموضعي، هو عباره عن كريم نحطه على الجلد ويستنى تقريبا المريض من 20 الى 30 دقيقه قبل ما نسوي الاجراء. حتى بالنسبه للدوالي، بالنسبه للشعرات الدمويه افضل عدم استخدام الكريم، لانه ممكن يسبب تقلص في نفس الشعرات وما تكون واضحه للعلاج. فانا بيستخدموا له ابدا. انا بسمع انه اثناء اجراء عمليه الليزر للدوالي لازم يكون في تخدير عن طريق الوريد لحتى انه ما يحس المريض بحراره الليزر. اي بس انا بتكلم على الشعرات الدمويه الصغيره اللي هي اقل من 3 ملي. الاقل ما بتكلم على هي الكبيره اللي تحتاج حقن او بالالتراساوند. جميل. طيب دكتوره، في تقنيه خاصه لازاله حب الشباب او الندبات، ممكن تخبرينا عنها؟ طبعا هي تقنية الفراكشنال. تقنية الفراكشنال عبارة عن جهاز اللي يسوي مثل المجرات أو الكولومز في الجلد عشان يوصل الحرارة للطبقة الوسطى من الجلد. هذا مفيد جدا لعلاج الندبات، علاج الجروح ما بعد أو عمليات، يعني ندبات العمليات، وكمان علاج اللي هي تشققات في الجلد أو الستريتش ماركس. الفراكشنال ليزر يعتمد اعتماد كبير على عمر الندبة، نوع الندبة وعمقها كمان، صح؟ وعمق الندبة طبعا، وعلى الشخص اللي بيستخدم الليزر. ليش تحديدا الشخص اللي بيستخدم الليزر؟ خبرة الشخص اللي بيعمل الليزر الشخص بيحدد النتيجة، لأنه هيعرف يستعمل الليزر بطريقة صح ويستخدم الحرارة بطريقة صحيحة، فتكون النتيجة أفضل بكثير. وهل التقنية بتحتاج أيضا دكتورة لتخدير موضعي أو لا؟ بيقدر أنه يعني عادة نستخدم تخدير موضعي، بس الفترة تكون أطول مع الفراكشنال تقريبا ساعة، وبعد كذا نسوي الفراكشنال. دائما نقول النتيجة تكون مع الفراكشنال بنسب، يكون التحسن تقريبا 30%، ونفضل نسوي 3 جلسات. طبعا يعتمد على الندبة، عمق الندبة، وهذا يصير بعد النقاش مع المريض، نشرح له حسب الندبة اللي عنده إيش المتوقع وكم جلسة يحتاج. بس إجمالا نقول إحنا تقريبا من جلسة إلى 3 جلسات، بين كل جلسة وجلسة 4 أسابيع تقريبا. طيب دكتورة، أثناء إجراء هالتقنية هاي، هل بتحدث مضاعفات للمريض أثناء الجلسة وبعدها أو لا؟ طبعا هي مو مضاعفات، بس هي أشياء إحنا متوقعينها. مثلا إذا سوينا الليزر نتوقع أن يكون في إحمرار وتورم في البشرة تقريبا 1 يوم، بعد كذا يستمر الإحمرار لمدة 3 إلى 5 أيام، طبعا حسب عمق الليزر أو الحرارة اللي احنا استخدمناها، ممكن يكون إلى 7 أيام. طبعا احنا دائما نخبر المريض حسب احنا ايش استخدمنا وايش عالجنا، ولكن أهم من هذا كله أنه يستخدم مواقي من الشمس والكريم المرطب، ويستخدم الوصفات اللي احنا قلنا اللي هي عشان ما تصير اي مضاعفات ثانيه. واكيد اذا كانت التقنيه استعملوها للنساء، تحديدا بتبتعد عن الميك اب لفتره معينه او عادي بتحط ميك اب وتستخدم الكريمات العاديه؟ عاده اول يومين 3 ايام لما يكون في احمرار او تورم في البشره دائما ننصح انه تبتعد عن مستحضرات التجميل. طيب دكتوره، دائما بنسمع انه في ليزر منزلي وفي ليزر بيتم استخدامه بالعيادات، الفرق بيناتهم الاثنين؟ الليزر المنزلي اكثر أمان من الليزر اللي يستخدم في العادات، لأنه الشخص بيستخدم نفسه، فما يعطوه جهاز يكون حرارته عالية أو يتسبب مشاكل أو أعراض جانبية زي اللي يكون في المراكز. اللي يكون في المراكز يكون بروفيشنال زي أي شيء ثاني، زي التقشير، زي البوتوكس، هذه الأشياء دائما تكون في أيادي تعرف تستخدمه على أساس أنه ما تسبب أضرار أو أعراض جانبية للمريض. طيب دكتورة، لنفترض أنه سيدة استغنت عن أنها تستعمل أو تلجأ للمركز لإزالة منطقة معينة بالجسم بالليزر،
وفضلت انه تستخدم الليزر المنزلي، هل نفس النتائج دكتوره او لازم تكون قبل مره مستعمل ليزر يعني بمركز معين وبعدين بتكمل بالبيت؟ طبعا اذا نرجع لورا شوي، طبعا الليزر لاساله الشعر اهم شيء فيه انه يكون الشعر اسود وسميك. أوه. اذا كان الشعر اسود وسميك استجابته تكون ممتازه، ونتوقع انه تقريبا من 85 الى 95% من الشعر يا اما يصير خفيف او انه يروح تماما. فاذا استخدمت يعني ممكن النتائج تكون مقاربه، ولكن اذا استخدم بالطريقه الصحيحه. طيب لنفترض انه مثلا خلينا نحكي عن الليزر الخاص بازاله الشعر، هل يتم يعني تحضير البشره بماده معينه قبل استخدام الليزر او على طول بتفوت المريضه دغري عجزه الليزر؟ طبعا الليزر لازاله الشعر يشتغل على الصبغه اللي هي تكون في الشعره. اذا كان الشخص عامل تان او متشمس حتكون لون البشره غامقه وضر في استجابة الشعرة للليزر، فيكون ممكن سبب تصبغات وما تستجيب الشعرة. فدائما ننصح إن كل مريض إنه ما يتعرض للشمس ما قبل إجراء الليزر، وما يتعرض للشمس ما بعد إجراء الليزر. الهدف من هذا إنه يكون طبعا هي لأنه الضوء يحتاج يخترق الجلد عشان يوصل للخلايا الصبغية اللي تكون في الشعر، وحيكون هذا على عمق طبعا في البشرة. فإذا كان في صبغة يعيق دخول الضوء وتتأثر البشرة وما يتأثر الشعر، وتكون النتيجة غير مرضية طبعا، ويكون في صبغات اللي هي ممكن يسموها أعراض جانبية. فدائما ننصح المرضى إنه ما يتعرضوا للشمس. والشيء الثاني إذا كان في تصبغات في نفس المنطقة ممكن نستخدم كريمات تفتيح البشرة تقريبا 4 إلى 6 أسابيع ما قبل إجراء الليزر. قبل إجراء الليزر. حلو. طيب يقال دائما أو نسمع إنه الدكتور أحيانا بينصح المريض قبل إجراء عملية ليزر أو إزالة شعر الابتعاد عن تعاطي الإسبرين أو الفيتامين A حتى ما يسبب تجلطات بالدم، هل هالشيء هذا صحيح أو لا؟ الليزر عمقه في الجلد فقط، وإذا إحنا استخدمنا الليزرز الموجودة الحين اللي هي تعتبر تجميلية ما فيها جراحة، فما في أي مشاكل على التجلط في الدم لأنه ما حيوصل لهذه المرحلة. فعادي ممكن يستخدمه بدون أي مشاكل. فهاي معلومة خاطئة دكتورة. أي أكيد. طب هل بإمكان الحامل أو المرضعة استخدام الليزر التجميلي؟ طبعا هي نفس الإجابة تنطبق هنا، لأنه أصلا الليزر ما يخترق أكثر من عمق الجلد، فآمن في الحمل، آمن في الرضاعة، ما في أي مشكلة. يعني ما بيأثر على الجنين أبداً أشعة الليزر؟ ما يأثر على الجنين، ولكن دائماً في وقت الحمل أنا أقول للمرضى إذا في أي شك وهي حابة تبتعد عن أي ليزر أو حتى علاجات مثلاً كريمات دائماً أقول بعد الولادة. ممكن بعد الولادة، لأنها أولاً ما هي طبية، ما شيء ضروري وما حيتأثر على صحتها. طيب دكتورة خلينا نحكي عن الأمراض الجلدية المزمنة مثلاً مثل الصدفية، هل ممكن إنه الليزر يعالج مرض الصدفية؟ طبعاً الليزر زي ما قلت لك أنا الليزر هو عبارة عن ضوء، والصدفية ممكن عالجها بالضوء. ففي ليزر اسمه الإكسيمر ليزر نستخدمه لعلاج الصدفية. طيب دكتورة يعني إيش متوقع حدوثه أثناء معالجة الصدفية الموجودة بالجلد؟ في أثار جانبية تظهر على المريض أو لا؟ الأهم من هذا كله إنه الصدفية زي ما قلتي أنت صحيح إنه مرض مزمن. فإذا استخدمنا ليزر أو استخدمنا كريمات أو استخدمنا الضوء في العيادة، هذه كلها يساعد على إخفاء الأعراض حق الصدفية، بس ما يمحيها. ما يمحيها نهائيا. هم المرضى للأسف يتوقعوا أنه استخدام ليزر أنه بتروح تماما. إحنا ما نقدر نحدد إذا عالجنا الأعراض هذه أو البقع اللي في الجلد أنه حيروح تماما، ولكن نقدر نقول إحنا كل ما تطلع بقعة جديدة ممكن علاجها، يا أما إذا كان كريمات أو بالضوء أو بالليزر أو حتى علاجات عن طريق الفم. طيب هل في فصل معين لإجراء الليزر مثلا بالصيف أو بالشتاء أو عادي يعني ممكن أي مريض يلجأ أنه يعمل ليزر بأي وقت مناسب له؟ هو إجمالا ما في أي مشكلة، ولكن عشان أنا قلت عادة مثلا إذا استخدمنا الفراكشنال أو استخدمنا الكيو سويش لعلاج التصبغات، دائما ننصح المريض بعدم التعرض للشمس بطريقة مباشرة، يعني ما يجلس عشان يسوي تشميس أو تانينج، ولكن ممكن استخدامه الواقي من الشمس. فإذا كان نستخدم الفراكشنال دائما نحب أن يكون في فصل الشتاء عشان أصلا الشمس ما تكون قوية، ويكون الجو بارد والتئام الجلد يكون بطريقة ألطف وأسهل على المريض. طب خلينا نحكي دكتورة شوية عن تقنية تقشير البشرة، دائما نسمع تقشير البشرة بالليزر
احيانا بنسمع تقشير البشره ببرودكشن ثاني. الليزر كيف بيتم تقشير البشره فيه ونتائجه؟ اتوقع هنا المفهوم انه يكون بالفراكشنال، يمكن الناس بيتكلموا على الفراكشنال. الفراكشنال هدفه انه زي ما قلت يعمل زي القنوات في الجلد عشان يوصل حراره الجزء الاوسط من الجلد، فهذا يعطي البشره زي ما تقولي مبدئيا احمرار، وبعدين يبدا يتغير البشره ويحفز الخلايا انها تسوي كولاجين وإيلاستين. طبعا هدفه على المدى البعيد انه يعطي لمعه ونضاره، يخفف من الخطوط البسيطه في الجلد، يساعد في علاج الندبات، يساعد في علاج التشققات اللي تجي مع الحمل، كمان يعالج اللي هي الخطوط الجراحيه او الندبات الجراحيه. هو بيعالج نفس الشيء. وبعدين ممكن احنا مع الفراكشنال ليزر نستخدم اشياء عشان تحسن من الاستجابه، مثل حقن البلازما اللي احنا نسميه PRP. البلازما في مواد تحفز بزياده اللي هي افراز الكولاجين والنضاره في البشره، فاستخدام البلازما مع الفراكشنال يعطي نتائج افضل، خاصه لما تستخدم للندبات حق حب الشباب. دكتورة، بما انك ذكرتي البلازما، في ناس كثير ما بيفهموا شو معنى مصطلح البلازما، على بالها انه بيسحبوا دم وبياخذوه على طول بيحقنوه مره ثانيه بنفس المريض. اكيد بيتم معالجه هالدم المسحوب من المريض، وكم كميه الدم اللي بيتم سحبها من المريض نفسه؟ طبعا هي البلازما اكيد نسحب دم من المريض، يعتمد الكميه على حسب الجهاز المتوفر في العياده، بس عاده تكون من 7 الى 10 ملي. بعد ما يؤخذ الدم يفرز، يعني يحط في جهاز بحيث انه الكريات الدم الحمراء تنفصل عن البلازما. بعد كذا يؤخذ البلازما ويحقن في الوجه. وما بيتم إضافة أي مادة على البلازما؟ يعتمد، في بعض الشركات في عندها إضافة مادة الهيلورونيك أسيد، وهذه تساعد أنه تعطي نضارة ولمعة وامتلاء في بعض المناطق اللي تحقن، خاصة إذا استخدمناها للأيادي أو تحت العين مثلا، أو تحت العين طبعا في الوجه كمان. في بعض الشركات تحط مادة البيوتين، هذه مادة البيوتين محفزة للشعر، فلما نستخدم البلازما لحقن الشعر تساعد على انه البويصلات تكون اقوى اكثر كثافه. طيب، واذا نفترض دكتور حق المريض بلازما لحال، فوائدها؟ هي الفوائد حق البلازما بالنسبه للوجه او البشره اجمالا انها تعطي نظاره، تعمل مثل، خاصه اذا استخدمت مع المايكرو نيدلينج اللي هي تقنيه نستخدم فيها ابر صغيره على اساس نعمل مثل القنوات في الجلد ونسهل دخول البلازما بدل ما نحقنها. اوكي، هذا يعطي البشره لمعه ونضاره ويشد. فالمشاهير في هوليوود يسموه فامباير فيس ليفت، كيم كارداشيان وخواتها. فبالنسبه للشعر، استخدام البلازما يخلي الشعر اكثر كثافه، فمفيد جدا في حالات الترانسبلانت، الهير ترانسبلانت. فكثير من الرجال او النساء، بعض النساء بعد ما يسووا الهير ترانسبلانت ينصحوا انه يستخدموا البلازما. انت بتنصحي بانه تقشير البشره بالليزر او انه يلجا المريض للبلازما؟ طبعا هنا صعب الاجابه لانه ما في جواب واحد، هي يعتمد على الحاله، يعتمد على لون البشره، يعتمد على المشكله اللي احنا نحاول نعالجها. فدائما احنا نحب انه نفحص المريض ونتناقش بايش الاختيارات تكون افضل بالنسبه لمشكله المريض نفسه. جميل. طيب، خلينا نحكي شوي عن تقنية شد الوجه وتحديد الملامح. في تقنيات خاصة فيها؟ طبعا هي ممكن احنا نشد الوجه بعمليات جراحية او عمليات لا جراحية. حلو. اذا بنتكلم على العمليات اللا جراحية، لانه اكيد هذه تخصصي، اللا جراحية تكون عن طريق اجهزة ممكن، او عن طريق اشياء اخرى اللي احنا ممكن نستخدمها. الاجهزة الموجودة اللي هي مثل الهاي انتنسيتي فوكست التراساوند، اللي هي زي الالتيرا. الألتيرا هدفها أنه توصل الموجات الصوتية فوق الصوتية إلى طبقة العضلة في الجلد وتساعد أنها تشد الجلد. نتائجها ممتازة وتبدأ تظهر تقريبا بعد 6 أسابيع من الإجراء، وتكون واضحة على 3 شهور. إذا عادة هي جلسة واحدة، ولكن إذا حسينا المريض أو الشخص اللي سوى التقنية هذه بحاجة إلى جلسة ثانية، ممكن نسويها بعد 3 شهور، ونتائجها تدوم من 1 إلى 2 سنين. حلو. طيب، بالنسبة للتقنية شد الوجه من غير أجهزة،
طيب هو طبعا في اجهزه ثانيه كثيره ممكن تشد الوجه، انا ما طرقت لها زي الراديو فريكوانسي، وكلها ممتازه ونتائجها كويسه طبعا، بس في شركات مختلفه. بالنسبه للاجهزه او الاشياء الثانيه اللي ممكن نستخدمها، عندنا مثلا ممكن نشد الوجه باستخدام الفيلر. طبعا الفيلر مو هدفه بس تعبئه المناطق زي اللي نستخدمها مثلا الخدود او الشفايف، ولكن الان نستخدمها بطريقه وبعمق معين على اساس تعطي شد للوجه وتعطي رونق في نفس الوقت، لانه حقن المواد في البشره برضو تحفز نسبه الكولاجين في الجلد. طبعا الفيلر عادة ما نستخدمه لوحده، ممكن نستخدمه مع البوتوكس عشان يعطي المظهر النهائي اللي يكون مرغوب فيه. اي ممكن يندمج خلط البوتوكس مع الفيلر، طبعا هي ما نخلطه في واحد بس استخدام، اي ممكن نستخدمه نفس الوقت، لان البوتوكس هدفه انه يشيل الخطوط التعبيرية. الفيلر ممكن نستخدمه يا اما لتعبئة المناطق او شد الوجه، او حتى مثلا تحديد او كونتورينج زي ما قلتي. نحدد الفك، ممكن نحدد او نصلح مشاكل تكون في الانف زي اللي يكون عندهم كسر مسبق او يكون عندهم انحناء في الانف، ممكن هاي نصلحها بسهوله. والبوتوكس كمان ممكن نستخدمه مو بس للخطوط التعبيريه اللي تكون في الجبهه او حول العين، ممكن حتى نرفع طرف الانف، ممكن نصغر من اطراف الانف طبعا بنسب بسيطه، يعني ما هو يكون مثل كبيره، يعني مو نتائج الجراحيه، تكون نتائج ابسط ولكن تكون طبيعيه جدا ولطيفه بدون جراحه. طبعا مع الفك انا قلت ممكن نستخدم الفيلر لتحديد الفك، ومع ممكن نستخدم البوتوكس لانه في عضله تمسك من الفك وتمتد للرقبه. اذا رحينا هذه العضله ممكن تحدد الفك بطريقه افضل. طب دكتورة، الفيلر له نوع واحد ولا تختلف انواعه؟ طبعا الفيلر المستخدم واكثر شائع الحين اللي هو الهيالورونيك اسيد. ليش؟ الهيالورونيك اسيد ماده امنه وماده شبيهه بالماده اللي تكون في الجلد، ونتائجها طبيعيه جدا، واذا كانت النتيجه ما هي يعني مرغوبه وما حبها المريض، في ابر ممكن نستخدمها لازاله الماده. طب دكتورة، دائما بنسمع انه في فيلر دائم وفي فيلر مؤقت، ايش الفرق وانتي مع اي نوع من انواع الفيلر؟ الفيلر الدائم اللي هو ماده تجلس اكثر من 18 شهر او سنتين. طبعا هذه تيجي فيها وكون لها مشاكل كبيره زي الالتهابات، الافرازات، التورم، الجرانيولوماز او زي الجسم يشوفها كماده غريبه. لكن سوري دكتور، راح ناخذ فاصل قصير ونرجع نستكمل انواع الفيلر. فاصل ونواصل اعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم لنستكمل لقائنا مع الدكتورة سمارة ميمش. دكتورة سمارة، قبل الفاصل كنا عم نحكي عن الفرق بين الفيلر الدائم والمؤقت، ممكن نرجع نستكمل شو الفرق؟ صح، أوكي. سو الفيلر اللي هو الدائم كان مدته أطول، أكثر من سنة ونص تقريبا. الفيلر المؤقت إجمالا يكون هيالورونيك أسيد، وهيالورونيك أسيد هي مادة شبيهة بالمادة اللي في الجلد، فتكون آمنة أكثر. مشاكل طبعا الفيلر دائم زي ما قلنا كثيرة، ممكن تسبب التهابات، ممكن تسبب تورم في الجلد، وممكن جلد أو البشرة تحس إن هي كجسم غريب فتحاربها، فتسبب هي التكتلات في الجلد. صح، دائما بنسمع في أحيانا الناس بيستعملوا الفيلر الدائم بيصير عندهم تكتلات. طب كيف بيتم إزالة الفيلر الدائم من الجسم؟ طبعا هي عادة الأشخاص اللي يستخدموا الفيلر دائم ما نحب نحط لهم أي أنواع فيلر زيادة، يعني
فدائما ننصح إذا حبوا ممكن يشيلوها جراحيا أو يتركوها إذا كان ما في أي التهابات أو تورمات يخلوها كما هي. ومع الوقت بتروح قلة، هي بتقل بس قلة ما تروح تماما يعني. طيب نسمع عن الفيلر تحت العين، كيف بيتم استخدامه؟ وأكيد له معايير معينة يعني، منطقة حساسة أنا ما أعتقد دكتورة، صح؟ صح. فهي طبعا الفيلرز هايلورونيك أسيد، ولكن بأنواع مختلفة تصلح لكل منطقة في الوجه أو في ظهر اليد أو إذا كان في الجسم. بالنسبة لتحت العين تكون مادة معينة كثافتها تكون بسيطة على أساس أنها ما تكون واضحة أو مبينة. الهدف من استخدام البوتوكس أو الفيلرز أو أي يعني جراحة أو غير جراحة تجميلية لازم يكون الشكل طبيعي أو الشكل النهائي طبيعي، معايير معينة على أساس أنه واحد ما يتغير شكله ولا يكون الشكل مصطنع. يا ريت دكتور الكل يسمع منك الحكي، أنا عم أشوف العكس. ولا هدفنا أنه يكون واحد شكله مثل شكل أحد ثاني. الهدف من استخدام هاي التقنيات أن الواحد يكون بأفضل شكل ممكن يكون فيه. فنرجع لتحت العين، استخدام الفيلر لتحت العين سهل، نتائجه تكون ممتازة. طبعا أهم شيء أنه يكون اللون اللي تحت العين أخف والتجويف اللي تحت العين أخف برضو، ولكن ما نحب نمحيه تماما عشان لا يكون الشكل غير طبيعي. طب دكتورة أحيانا نسمع أنه واحدة رحلة لدكتور تجميل وحط لها فيلر أو بوتوكس وهي ما عجبها، ورجعت مرة ثانية للدكتور وطلبت الزيادة. طب ليش الدكتور ما شو دور الدكتور أنه ينصح المريض أنه لا أنت اكتفيتي من الفيلر أو البوتوكس رغم أنه هي مصرة على أنه تزيد أكثر يعني؟ هذا مهم جدا، ويريت الناس يسمعوا للطبيب، أنه في كثير مرضى بيجوا بيطلبوا زيادة وبرفض، ولكن للأسف ممكن يلاقوا الأشخاص اللي ممكن تسوي لهم زيادة تقبل مقابل المال يعني. الدكاترة في دكاترة ممكن معينين ممكن، ولكن هي زي ما بقول نرجع أكيد لازم إحنا ننصح الناس إنه الهدف إنه واحد يكون شكله طبيعي. طبعا استخدام الفيلر أو البوتوكس هو مو بس للأشخاص المتقدمين في السن أو لإزالة علامات تقدم السن، هي كمان لإصلاح مشاكل ممكن تكون في البشرة يعني. ممكن إصلاح ندبات غير مع استخدام الليزر، ممكن لإصلاح ضمور في البشرة مع فقدان الوزن، وهذا تصير في الأشخاص كثير اللي يكون سووا تكميم أو كرمشة المعدة أو أي عمليات جراحية اللي هي لتخفيف الوزن. ممكن يستخدم البوتوكس حتى لو كان في عمر صغير لإزالة خطوط ممكن تكون في الجبهة، خط أو خطين بس أو تكون بين الحاجبين مثلا أو بين الحاجبين، بس بتكون بنسب طبعا معينة. معينة لأنه البوتوكس أصلا مدة فعاليته تقريبا 3-4 شهور، والفيلر إذا بتكلم عن الهاليرونيك أسيد حسب المنطقة اللي استخدم فيها وحسب المادة، لكن إجمالا تحت العين يكون مدته تقريبا من 9 شهور لسنة، وفي الوجه من 6 شهور إلى سنة. دكتور قبل كنا نسمع أنه نفخ الشفايف مثلا بيتم عن طريق البوتوكس، الآن صرنا نسمع الفيلر، إيش يعني ليش تغير هالشي هذا؟ ليش ما استمر الأطباء على البوتوكس بشفايف؟ هو البوتوكس ما يستخدم لنفخ الشفايف من أصلا، ولكن يستخدم لإزالة الخطوط أو التجاعيد الخفيفة اللي تكون حول الشفايف، خاصة في الأشخاص اللي يكون مدخنين. الفيلر هو اللي يستخدم لتكبير الشفايف، أو ما نحب نقول تكبير بس يعني لإعطاء الشفايف الرونق والجمال. طب هل في تقنيات مع 2018 خاصة بالفيلر الجديدة؟ في بوتوكس أتوقع يكون جديد، طبعا هو حيبدأ في أمريكا في 2018، مدة فعاليته أطول من البوتوكس الموجود حاليا، لأنه زي ما قلت البوتوكس الموجود حاليا ممكن يجلس من 3-4 شهور، والبوتوكس المتوقع ظهوره في 2018 ممكن يجلس تقريبا 9 شهور. دكتورة أحب أسألك، إيش رأيك صرنا نسمع بالفترة الأخيرة أنه ناس كانوا مجالهم غير عن التجميل والجلدية، فجأة صرنا نشوفهم أماكن عندهم عيادات خاصة فيهم وعم يحقنوا بوتوكس وفيلر بهالمرضى وما في أي رقابة عليهم؟ لا أتوقع وزارة الصحة الحين صارت حذرة أكثر وبتتابع أكثر، بس دائما أنصح المرضى أنه يتبعوا مين الشخص اللي بيروحوا له، ويعني
يتأكدوا أنه هذا الشخص يكون عنده خبرة، أنه الشخص يكون طبيب، يكون عنده شهادات أكيد. قبل ما يزوروا الشخص أو الطبيب. طيب خلينا ننتقل الآن عن كيفية التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم وأماكن اللي بيتم استخدام التقنيات عليها. طبعا معلومة مهمة أحب أقولها قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع، أنه كل التقنيات كانت جراحية أو غير جراحية هدفها أنه نقلل من الدهون المتراكمة وليس تخفيف الوزن. لأنه الناس تتوقع أنه لما يستخدموا جهاز أو حقن بالإبر أنه حينحفوا، مو هذا الغرض. وإذا إحنا زي ما قلت بالتجميل لازم يكون الهدف واضح والمريض توقعاته تكون منطقية. إذا كانت توقعات غير منطقية هو ما حيكون راضي، والجهاز اللي هو فعاليته كويسة حيكون بالنسبة للمريض غير فعال. فبالنسبة للتراكمات طبعا أكثر المرضى اللي يجوا يشتكوا من تكتل في الدهون تحت الدقن، تكون متدلية أحيانا. أيوة، تكتل في أسفل البطن، ممكن في أعلى الأيادي، في الخصر، ممكن في المؤخرة، في الفخذين، خاصة في الداخل من الفخذين. طبعا في أكثر من تقنية ممكن نسويها. في الليزر، استخدام الليزر اللي هو السكالبشور، هو جهاز، أول جهاز ليزر معتمد من هيئة الغذاء والدواء لعلاج الدهون المتراكمة. المتوقع أنه نسبة الدهون تقل تقريبا 25-30%. طبعا هو له خاصية أنه يزيل الخلايا الدهنية، فحتى لو الواحد زاد وزنه في المستقبل المنطقة نفسها تكون فيها أقل كمية من الدهون. ولكن طبعا مع التوقعات المنطقية زي ما قلت أنه إذا كانت منطقة معينة الاستجابة حتكون كويسة. هي جلسة بسيطة عبارة عن 25 دقيقة والنتيجة تبان تقريبا بعد 4-6 أسابيع. ممكن نسوي أكثر من جلسة، من جلستين إلى 3 جلسات إذا كان في حاجة. التقنية الثانية اللي هي تقلل برضو من نسبة الخلايا الدهنية اللي هي التبريد. تبريد؟ كيف يعني دكتور التبريد؟ اللي هي تخلص من الخلايا الدهنية بالتبريد، اللي هي الكرايولايبوليسيس. جهاز يعني بيعطي بدل الحرارة برودة. برودة. وبرضو بيتخلص من الخلايا الدهنية ونتائجه برضو ممتازة. الفرق بين الليزر، جهاز الليزر والتبريد، إنه بالليزر نقدر نشد الجلد، مع التبريد ما في شد للجلد كثير. فينفع استخدام الليزر للأشخاص اللي يكون عندهم فيه ترهل في الجلد. وهذا طبعا يرجعنا للنقطة الأساسية، أنه ضروري جدا لأي شخص يحب يسوي أي تقنية أنه يراجع الطبيب. الطبيب الجلدية يكون عنده خبرة بكل الأجهزة المتواجدة، زائدا بعد الفحص نقدر نتناقش إيش الأجهزة اللي ممكن نستخدمها مع نوعية جلد صح، وبعدين ممكن كمان نحول من جهاز لآخر حسب النتيجة وحسب الاستجابة اللي يشوفها المريض. جميل. فبالنسبة دكتورة تقنية الليزر، أكيد الليزر بيعطي حرارة، فهل ممكن يتحملها المريض أثناء استخدام التقنية عليه؟ يتحملها لأنه هي تخترق الجلد إلى الخلايا الدهنية، وما بيحس بحرارتها أو أنه لسعة فيها؟ يحس الحرارة بس تكون على عمق، ما هو في سطح الجلد. وما تعطي أي مشاكل زي حروق أو تغيرات في الجلد السطحي. ونتائجها زي ما قلت بان بعد 4-6 أسابيع. طبعا في تقنيات ثانية غير التبريد والليزر اللي هي الراديو فريكونسي والإنفراريد. هذه هدفها برضو تكون في معها شفط، فممكن تساعد شيء بسيط إذا كان الشخص عنده سيليولايت. شفط دكتورة يعني هو شفط جراحي بيكون؟ لا، غير جراحي. هي بالجهاز في شفط، فالشفط يساعد في حركة زي تقول الدهون إلى القنوات الليمفاوية فيتخلص منها الجسم بهذا الشكل. طيب هل هالعمليات هي دائما مضمونة أنه يعني عنها مدة معينة بتدوم، أو أنه خلاص بيستعملها بيرجع لها المريض وخلاص إلى مدى الحياة؟ طبعا هي هذه تقنيات كلها مساعدة. الأشخاص لازم أول شيء يهتمون بأكلهم، يكون عندهم نظام صحي، لازم يتبعون رياضة، يمارسوا الرياضة، وهذه التقنيات مساعدة. فدائما نقول للمرضى إذا أنتوا سويتوا هالتقنيات لا يعني أنه أنتوا ممكن تروحوا تاكلوا وتفرطوا في الأكل وتهملوا في الرياضة. أكيد لو زاد الوزن بترجع المناطق، لأنه الخلايا الدهنية تكبر مع زيادة الوزن، لأنه كل ما بتاكلي بتخزني. لكن للأسف المرضى يفكروا أن هذه الأجهزة هي الحل
النهائي لأي مشاكل في الوزن. عشان كذا أكرر أقول إنه هذه ما هي حلول لزيادة الوزن، ولكن هي حلول المناطق اللي تكون فيها متراكم الدهون. طيب دكتورة، ممكن بهالتقنيات هاي الفترات الماضية أو خلال أول السنوات الماضية جهاز اسمه NPG اللي هو تكسير الدهون، هل الجهاز هذا فعال وأنت بتنصحي فيه أو لا؟ كل أجهزة ممكن تكون فعالة زي ما قلنا إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة وللمشكلة الصحيحة. الـLPG برضو في تقنية أنه تساعد في تكسير الدهون، ولكن تحتاج أن المريض نفس الشيء يكون على رياضة معينة. طبعا هي كل الأجهزة اللي احنا بنستخدمها تكون نتائجها بنسب، ما نقدر نقول انه هذا الجهاز حيعطي نفس الجهاز الثاني. عشان كذا احنا دائما ممكن نحول من جهاز الى اخر حسب المشكلة المتبقية. مثلا ممكن نبدأ بجهاز التبريد، في الجلسة اللي بعدها اذا حسينا انه النتيجة كانت ممتازة ولكن في بعض الترهل في الجلد نحول الى جهاز الليزر اللي هو ممكن يشد الجلد. إذا حسينا والله إنه في نسبة من السليولايت نحول الأجهزة اللي تكون فيها راديو فريكونسي وإنفراد وسكشن. فكل هاي التقنيات متاحة لنا على أساس إحنا نقدر نختار المريض، وما يكون المريض هو يجي وفي باله جهاز معين ويبغى هو هذا الجهاز بالذات، لازم دائما يسمع للنصائح إحنا نعطيها. طب دكتورة، الآن إحنا تكلمنا عن الأجهزة اللي خاصة بإزالة الدهون المتراكمة، أكيد في كريمات أو مستحضرات غير عن الأجهزة صح؟ طبعا هي في مستحضرات كثير في السوق، ولكن ما اقدر ان اقول فيها شيء نتائجه كويسة او بنسب تكون مرضية للمرضى او لنا احنا كدكاترة يعني. فاجمالا ما انصح باستخدام هذه المستحضرات. طب دكتورة، هل لازم مثلا نفترض انه مريض السكري، في شخص يعني مريض سكري او ضغط، هل لازم يلجأ يعني لدكتوره الاساسي انه يستشيره قبل انه ما يبدأ بهالعملية بهالتقنيات هاي، او عادي ما بتأثر على المرضى معينين؟ التقنيات هذه إجمالا آمنة. حتى في أبحاث شافوا نسبة الدهون في الدم، لأنه كان في خوف أنه يكون في ارتفاع بنسبة الدهون في الدم، ما لقوا فيها أي تغيير. فإجمالا آمنة، ولكن إذا كان في أشخاص يحبوا يتابعوا مع الدكاترة حقتهم قبل ما يجوا يستخدموها، طبعا إحنا ما نقدر نقول لا ونحبذ، لكن إجمالا هي آمنة. دكتورة، إيش الأسباب اللي بتخلي بشرة تفقد النظارة؟ عدم العناية بالبشرة بطريقة صحيحة، بمعنى التعرض للشمس، التشميس أو التانينج، استخدام مواد غير صالحة لاستخدام على البشرة، التدخين. طبعا التدخين مضر جدا، يفقد البشرة اللمعة والنظارة، يخلي البشرة تفقد السماكة وما يكون فيها لمعة ونظارة. برضو التدخين يفقد البشرة الأكسجين فيخلي البشرة باهتة. وفي مقارنات بين أشخاص مدخنين وأشخاص غير مدخنين، تلاقي إنه في تجاعيد وعلامات تقدم في السن بفارق تقريبا 10 سنين بين المدخن والغير مدخن، مع إنهم بيكونوا نفس العمر بس بيكون الشك أكيد. طيب في كمان نسمع التان اللي هو صناعي، بتلاقيهم تحط واحدة مادة على جسمها لحتى تكسب سمرة معينة، هذا أكيد بتضر البشرة دكتورة؟ هذه لا، سلف تانرز تعطي فقط لون البشرة، وهذا اللون يختفي تقريبا في خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، لما البشرة نفسها زي ما تقول تقشر أو you can peel your skin. غير مضرة، وفي طريقة يعني آمنة لاستخدامها، وتغني الشخص عن التعرض للشمس اللي هي ممكن بفترات طبعا خاصة بين الساعة 10 صباحا و2 ظهرا تكون الشمس حامية ومضرة جزء للبشرة. طبعا هي ما بس تسبب تقدم في السن، بس كثرة تعرض الشمس كمان على المدى البعيد ممكن تسبب سرطان في الجلد. طب دكتورة،
دكتورة دائما بنسمع انه الناس بيتعاطوا انواع من الفيتامينات مثلا لحتى تطول شعرها او تكسب نضارة لبشرتها طريقة عشوائية، بس بمجرد انه سمعت عن هالبرودكشن انه بيرفكت نتائجه خلاص صارت تستعمله عشوائيا، تلاقي على طول مستمرة فيه. اكيد له عوارض دكتورة، ايش النصائح تنصحي انه الوحدة قبل ما تاخذ اي فيتامين شو تسوي الستبس اللي بتسجلها؟ اولا دائما انصح انه الواحد ياكل اكل صحي متوازن. اذا الواحد كان اكله متوازن ويحتوي على كل العناصر الغذائيه ما في داعي انه يستخدم اي فيتامينات او مغذيات. الاكل طبعا غير اللي هي العناصر اللي احنا نعرفها، دائما الفواكه اللي تكون الوانها زاهيه زي الستروبري البلوبيريز الرازبيريز بتعطي فوائد كثيره للبشره. المحتويات اللي تكون او الاكل اللي يكون فيه فيتامين سي زي الكيوي والحامض او الليمون البرتقال، هذه برضو بتعطي لمعه ونضاره للبشره. الطماطم في ماده اللايكوبين، ماده اللايكوبين هذه تساعد على حمايه البشره من اضرار الشمس وتعطي برضو لمعه ونضاره، وفيها ماده مضاده للاكسده. فدائما الاكل الطبيعي افود بكثير من تناول الفيتامينات هذه، الا اللهم كان واحد يكون عنده نقص في شيء زي نقص في الحديد ممكن ياكل حديد، في نقص لاحظ الطبيب في ماده معينه ممكن يعطيها للمريض، لكن غير كذا ما انصح باستخدام او تناول الفيتامينات. لانه دائما بنسمع في فيتامين معين بيحتوي على كل انواع الفيتامينات والناس تلاقيها عم تاخذهم بطريقه عاديه يعني يوميه كمان. عادة ما أنصح في هذا الشيء، خاصة إذا كان المستحضر مو موجود عليه المكونات، فممكن يكون في أشياء ضارة أو ما يكون حضر بالطريقة الصحيحة، وأكيد ما حيكون معتمد من الغذاء والدواء، فما جرب ولا عمل عليه تيستينج، فما أنصح فيها لأنه ممكن تسبب مشاكل كثير. طيب دكتور إيش رأيك بالكريمات اللي بشوفها بالسوبر ماركت وبكون مكتوب عليها أصلاً بلغة غير مفهومة يعني، والناس تلجأ لها كونها إنه واو شافوا ناس عم يستعملوها او حتى لرخص سعرها يعني. صح طبعا، هي مو بس بالسوبر ماركت، بالسوبر ماركت والمحلات اللي هي تكون خاصه بالتجميل وما تكون مثلا يعني صيدليا تكون محلات بس كذا يعني عامه، اي مستحضر ما يكون عليه المكونات خطر استخدامه لانه ما تعرف ايش الموجود فيه، ممكن سبب حساسيه في الجلد، ممكن سبب تصبغات. صح. ممكن يكون قوي على البشره، ممكن يكون محتوي على كورتيزون. معظم المستحضرات الصينية خاصة وهذا وجدناه في كندا تكون فيها نسبة عالية من الكورتيزون. استخدام هذه المواد لفترات طويلة يسبب شعيرات دموية في الجلد، ضمور في الجلد، فقدان الرونق حق الجلد، وممكن على المدى البعيد يسبب وردية أو التهاب في الجلد. فدائما ننصح باستخدام المواد هي فقط اللي تكون موجودة أو المستحضرات تكون موجودة في الصيدليات وتكون موجودة عليها المكونات. طب ليش دكتورة دائما بنشوفها موجودة بالأسواق؟ ليش ما بيتم حظرها أصلاً يعني؟ حتى أكيد نتفاداها. دخلت في المنطقة بطريقة غير صحيحة. طب دكتورة كمان سمعنا بالفترة الأخيرة في أنواع من الفيتامينات بيتم إعطائها عن طريق الوريد أو عن طريق حقنها بالجلد، هل يعني نتيجتها فعالة وهل هي طريقة صحيحة؟ طبعاً المستحضرات اللي يتم حقنها عن طريق الجلد ممكن تكون عن طريق مثل ما نقول الميزوثيرابي واللي هي حق المواد معينة في الجلد، لكن دائما نتائجها تكون مؤقتة. وممكن استخدام الميزوثيرابي مثلا نوصل نتيجة معينة، ولكن لازم يكون في بالنا انه هذه نتائج مؤقتة. الفيتامين عن طريق الوريد اولا واخرا ممكن تسبب مشاكل، ولكن هل هي صحيح فعالة؟ أنا ما أقدر أفتي أو أقول. طبعاً إحنا كأطباء دائماً نهتم بوجود أبحاث ودراسات. صح. تشوف مدى فعالية هذا العلاج أو الدواء ومدى مضاره أو مساءه على الشخص اللي بيتعطى، فأنا ما مر علي دراسات كثيرة عن حتى صار نسمع في مياه فيها فيتامينات وننصح أنه تشربوها وتعطيك نتائج سحرية، فعم نشوف أنه عم يتم أنه الضحك على المستهلك أكثر من أنه يستفيد. هي للأسف هذا اللي صاير، ولكن إحنا دائما ننصح بالشيء اللي هو يكون مثبت علميا.
وهذا دائما اقول للزائرين العياده انه لا تاخذ اي شيء ما تكون انت متاكد من مكوناته وما تكون متاكد من نتائجه. حتى المستحضرات التجميل دائما لازم يكون فيها نسبه من ماده فعاله زي فيتامين سي، احماض، فواكه عشان نجيب النتيجه اللي هي تكون مرضيه. طب دكتوره، خطر على بالي سؤال، هل ممكن انه نرجع لموضوع الندبات؟ اشخاص بيتعرضوا للحروق الجلدية، هل ممكن أنه نعالجها بالليزر أو بكريمات معينة أو لا؟ ما في حل لموضوع الحروق بالجلد؟ ممكن نستخدم الفراكشن ليزر لعلاج الحروق، نتائجه تكون كويسة. طبعاً أول 3 شهور، من تقريباً 6 أسابيع إلى 3 شهور، عادةً ما نستخدم شيء، نشوف النتائج ونشوف كيف الجلد حيلتئم بنفسه، ولكن بعد كذا ممكن نستخدم الليزر عشان يحسن من كثافة الجلد لأنه يزيد نسبة الكولاجين. وممكن مثلا نفترض انه شخص عنده علامة حرق بس يعني مداها بعيد، ممكن انه يتم ازالتها عن طريق الليزر وبتاخذ وقت او مفعولها على طول بيروح؟ طبعا هي استخدام الليزر يحسن من مظهر الندبات، فما نقدر نقول انه حيقدر يزيلها، ولكن يحسن من مظهرها، فممكن بنسب معينة. طبعا كل ما كان عمر الشخص اصغر كل ما كان الندبة اجد مو قديمة، خاصة الستريتش ماركس، لان هي كلها عبارة عن مشاكل في جزء معين من الجلد. كل ما كان الشخص عمره اصغر كل ما كان هو صحته كويسة، ما يدخن، اكله صحي، يلعب رياضة. طبعا هي الرياضة كمان مفيدة جدا للجلد وتعطي للبشرة رونق ونضارة لانها تزيد نسبة الاكسجين للجلد. هذا كله يساعد لنتائج الليزر اللي احنا نسويه. حتى احيانا نسمع دكتوره انه دائما بينصحوا انه الشخص لما يفوت يتحمم يبتعد عن الماء الساخن ويلجا للماء البارد لانه بيسبب شيخوخه بالجلد، هل المعلومه هي صحيحه؟ هي الماء الدافئ والحار يسبب جفاف الجلد، خاصه في فصل الشتاء، فدائما ننصح انه يكون الماء فاتر واستخدام المرطب مباشره بعد الحمام على اساس انه يحمي البشره ويخلي الرطوبه فيها. ودائما نسمع كمان انه فرك الجسم هو مبلول شوي بفرشايه عكس عقارب الساعه بينشط من الاوعيه الدمويه من الكولاجين، حتى بيقولوا انه بيخفف من ظهور السيلوليت، هل هالمعلومه صحيحه؟ والله ما عندي خلفيه، بس اتوقع انه المساج في البشره يساعد. اصلا الخلايا الجلد تتجدد كل 2 إلى 3 أسابيع، ففركها ما اتوقع انه ضروري، ولكن ممكن إذا ما كان بشدة وبعنف، يعني بحيث إنه يسبب تصبغات أو جروح في الجلد. دكتورة سمارة ميمش، متشكر حضورك معنا اليوم ببرنامج Health and Sports، وفعلا أفدتنا بمعلومات يمكن كان الناس يعني غايبة عنهم، تحديدا بموضوع الفيتامينات اللي يعني تم تعاطيها بشكل عشوائي. شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي المشاهدين، ألقاكم بحلقات قادمة بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله.